ايه دول، انت كنت قاهره ولا عين شمس؟ قاهره. قاهره. ده انت كان معاك دفعه جامده كلهم بقوا ممثلين جامدين دلوقتي ولا ما دخلتش فريق تمثيل؟ كنت بمثل في الجامعه، عملت مسرحيه مع الله يرحمه خالد صالح وخالد الصاوي. ايوه طبعا. اسمها موت بائع جوال. باللغه العربيه بقى. اصل احنا كنا متابعين طول الوقت عروض الجامعه، لان يمكن ممثلين كتير ظهروا من الجامعه. وبجد مسرح الجامعه ده مهم جدا، زي مسرح المدرسه يعني. مسرح المدرسه اختفى بقاله فتره طويله قوي، لكن هو اللي بيأسس كل اللي طلعوا يعني. انا عملت، انا في ثانويه عامه عملت مسرحيه في المدرسه، وعملت اغنيه للمدرسه انا اللي ملحنها، وفرقه المزيكا بتاعتي بتاعت المدرسه برضو. بجد انت اللي ملحنها؟ ايه؟ كانت انا مدرستي كانت اسمها مدرسه دي لاسال اللي في الدار فرير. فكنت عامل اغنيه اسمها يا قديس دي لاسال يلي ضحيت بالجاه والمال وهبت حياتك للاطفال وتخرج منهم اجيال يا قديس يا قديس يا قديس يا قديس يا قديس دي لاسال. يا سلام يا سلام. بس ثانية واحدة، انت اللي ملحنها. اللحن ده مسروق يا جماعة. من ايه؟ طب انت بتقول نفس اللحن بتاعت ايه دي؟ بتاعت ايه؟ اللي هو ايه؟ الدين يا اهو. مش عارف ايه يا اصحاب، يا عارفها دي؟ ايوه اللي هي بتاع يعني يا طيور النورس يا اللي مسامني. ملهاش دعوه خالص على فكره. بعيد. يبقى ده بلحنك فعلا. لا بس والله كنت شاطر يعني، عندك موهبه.